الجليل برضو شريف مدحت في حراسة المرمى، أربعة في خط الظهر، على شمالهم هشام شحاتة رقم ثلاثة وعلى يمينهم علي عربي القميص رقم ثمانية. نما ويليام جيبور بقى لعيب قوي يا جماعة، لعيب قوي مواليد 92، والضربة توأمة أو تعاون ما بين إنبي وفرق البترول إذا كان بتروجيت أو بترول أسيوط. ادي اتحطت حلوه، سبحان الله كان هو القريب، وادي ويليام، وادي ويليام جيبور. ويليام جيبور يعني لاعب خطير، لاعب ليبيري خطير جدا، خطير جدا. كابتن عبد الجليل بيقول لي يعني هو اعجب بامكانياته، اعجب بامكانياته. وادي الضربه ركنيه موجوده لفرقه طلاع الجيش، ادي عرضيه حلوه حلوه. لسه بقول هو ويليام، هو ويليام جيبور. انت فين يا راجل، انت فين؟ يعني جايب هدف ايه؟ هدف اهو، هدف اجتماعي. الحاجات دي بقى ايه؟ حاجات اللعيبه الخارقه، وخاصه ان هو لعيب صاعد بقى اتحطت حلوه، اتحطت حلوه، انما يعني هتتعاد تاني. وادي اتحطت العرضيه جميله جميله، وادي هو ويليام جيبور. لسه بقول واعيد وازيد اقول هو بعيد، لان هو لعيب قوي، بدماغه تلاقيه، برجليه تلاقيه، في كل مكان تلاقيه. وادي حاطط واحده في السوق، حاطط واحده ايه في السوكه، زي ما الكتاب بيقول كده، محطوطه في السوكه، ما يقدرش يعمل لها حاجه شبه مدحت، هي من فوقيه. وهدف جميل لويليام جيبور، يعني يعتبر في الدقيقه الاولى من وقت الضايع او الوقت اللي ادهولنا، من ضربتين حريتين، يعني منهم ضربه حره مباشره والتانية ضربه ركنيه بقى، يعني اتعملت حلوه قوي. محمد عبد القادر حطها وسط ايه، عدم تركيز من ثنائي. بص برده ادي ويليام جيبور يحط واحد في القايم بتاع محمد بسام، وادي صلاح امين انطلاقه، وادي ويليام جيبور خطر. يا ويليام يا ابني جيبور. ويليام ايه ده، طلقه يا جماعه، ده طلقه. ارقص يا ابني، غني يا ابني، افرح يا ابني، اعمل اللي انت عايزه يا ابني. والله ايه، والله يا عبد الجليل امام، ده انت شغل عالي قوي، ده الراجل جايبه مستخبي. ادي اهو ويليام جيبور، وفرحه ايه، فرحة كبيرة جدا. ورينا رايح لمين، ويليام جيبور رايح لعماد السيد، روح لعماد السيد، روح للجيش كله، وحقك يا ابني، حقك. ده ايه ده، مشكلة يا جماعة، ده مشكلة. ايوه حبيبي، اعمل اللي انت عايزه، اللي انت عايزه اعمله يا ويليام يا جيبور. ده ايه ده، مشكلة. ده حاطط ايه، ده حاططها طلقة. صلاح امين بيقول له اديك مين يا صلاح، ده الراجل مشكله، بدماغه ماشي، برجليه ماشي، ده مشكله، باليمين ماشي، بالشمال ماشي. يا سلام لو تعيدها لنا تاني يا وليد يا فاروق، يا سلام، ده هدف ايه، ده هدف. وبيعتذر ايمن لان الكره اللي فاتت دي كان ممكن يعمل اكتر من حل، كان ليها اكتر من حل الكره اللي فاتت دي، انما مفيش مشكله. ويليام جيبور، اعتقد الكابتن عماد سليمان بقى هيدي فرص لبعض اللعيبه اللي هي يعني اعتقد كده اللي هي ما خدتش ماتشات كتير بقى السنه دي، زي شمامه، زي محمد زكي، يعني لازم عبد الفتاح دروكبا. تغيير ثاني لنادي طلائع الجيش من دقيقه 64 من الشوط الثاني، بنزول اللاعب محمد زكي رقم 10.